قلنا فترة عم نسمع كتير بعمليات الانتحار يلي صارت عم بتزيد. ما بعرف إذا شخص راح قتل زوجته أو أمه أو العيلة أو 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 هذا يعتبر وقتل حاله، بعدين هذه تدخل ضمن خانة الانتحار أم القتل أم ما بعرف. قدي نحن صرنا عايشين بزمن صعب لدرجة أنه صرنا نشوف الموت أسهل، ولكن ماذا يقال عن الانتحار وهل هو جريمة؟ هذا الشيء اللي رح أعرفه مع الأستاذ أشرف الموسوي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكل المشاهدين. الحمد لله. اليوم التوبيك قاسي شوي، يعني تكون صدمة. الانتحار هل هو جريمة أو موت بريء بهاي البلد؟ ما بعرف إذا عم يدفعونا للانتحار إذا كنا نحن يعني ضحية الانتحار. ولكن اليوم الانتحار هو سلوك، هو سلوك انتحاري يعد من اضطرابات الصحة النفسية، هيدي محسومة، في جزء منه وراثي. فنحن المطلوب هيدا المنتحر او اللي بده يحاول انتحار او الضحيه يخضع لعلاج عن طبيب نفسي، نعمله تدابير احترازيه وزجريه، ينحط بمأوى احترازي. بس هيدا بيكون عم تحكي جرب اكثر من مره. بس هيدا عم تحكي ببلد متحضر، مش عم تحكي بلبنان. لانه اليوم اجت القوانين اللبنانيه، لانه الماده 552 و553 اكيد جرمت من يساعد او من يشترك او من يساهم او من يحرض الضحية على الانتحار. لأنه وهيدي حالات عم تصير قليلة، يعني اليوم بده ينتحر اليوم أكيد هيدا الموضوع مخالف بالشرائع السماوية كلها، مخالف حتى بالقرآن. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، بصورة النساء. اللي بده ينتحر اليوم حيستشير حدا من النوادر، يعني حدا يقول أنا بدي انتحر إلا اللي شفنيهم على أبواب المصارف اللي كان عم بيكلمنا. نحكي كيف عن أسباب الانتحار. عن هيدا انتحار لما بيكون عم بقرر يكب بنزين، هيدا هاي مسرحيات. بدي أقول لك أنت يزعل، هاي مسرحيات. بنحكي عن أسباب الانتحار، عن عدوى الانتحار وعن طرق الانتحار. هلأ أنا اللي فاجأتني فيه أنه هي وراثية. لا، في جزء منها عامل وراثي. وبدي تحكي كمان ماريات عن الفئات العمرية. نعم. بمعدلات الانتحار بتحكي عن الفئات العمريه. اليوم عم نشوف حالات انتحار بامن الدوله، بالامن العام، بالجيش اللبناني، بالدرك. هلا اكيد هل الانهيار، انهيار الانهيار هلا قلت لي شو سبب الانتحار؟ اكيد ضائقه الماليه. هلا في تقولي لي والله كمان في شيء نفسي، انه الاكتئاب، التوتر، هي كلها يعني بس كلها. بس قديه بده يكون فاقد الامل هيدا الانسان يلي بيقرر ينهي حياته؟ ضعف ايمان بالاول، فيك تحطيه بهالمنظومه، ضعف ايمان. بس اكيد في عندك عامل، ما في رجاء، ما في امل، ما في خلص سودت الدنيا، يعني تكون سودت. لانه اكيد الضائقه الماليه هي الاساس. بس اذا حتى نقول كيف جرم القانون، بس خلينا نفوت على الارقام. نعم. بس ما تنصدم، بتعرف انه لبنان يسجل اعلى نسبه حالات انتحار بالعالم؟ لولو حتى بالشرق الاوسط. يعني بال 2019 173 حاله انتحار بال 2019، 143 حالة انتحار بال 2021 او بالايام ما كنا بالكورونا، 173 بال 2022. اوف، كثير رقم كثير عالي. طيب انت بجزين بجزين هلا كنت عم تحكي، هيدي من اسبوعين ثلاث حالات انتحار. صحيح. هيدي القتل زوجته وامها، هل فينا نعتبرها انتحار؟ ما هي ما كانت بدها تموت. هو هلا اخر شيء انتحر، هو انتحر، هو انتحر. نحن نرجع على الاول، ما هو انتحر. ما هو قبل ما انتحر قتل زوجته وام زوجته وانتحر. طب ما في كثير هلا عم نشوف نحن حالات انتحار، خاصه بالاسلاك العسكريه، عم بيحط المسدس بصدره بينتحر، بيقوس حاله او بيحط المسدس بتمه او بيحطه براسه. يعني اكثر ثلاث وسائل هودي شائعين، الانتحار بيكون مضمونين، خلينا نقول، لانه هو بيكون خلص ما بده حدا ضل. طيب هبتلي عدوى الانتحار بلبنان، ما بعتقد في عدوى الانتحار، لانه الهول عم يروحوا على المصارف اللي بيدلقوا شوي بنزين بيحرق حاله او شوفير فان، او بكون ضائقه الماليه كثير بتكون. لا، هول بركي عم يستفزوا المحيط ليقدروا يحصلوا على اللي بدهم. بس بدك تيجي تقولي المسبب، مين المسبب؟ يعني بعض الطبقه السياسيه، ما بدي اقول لك. يعني اليوم اللي وصل البلد لهاويه الافلاس وال وانكشاف البلد على كل شيء، اكيد بده ينتحر. هيدا يعني هيدا مش قادر يامن كنت عايشه له ولاولاده ولمرته ولاهله. طب هيدا شو عنده؟ شو تركتوا له سبيل؟ شو تركتوا له سبيل؟ بدي فوت على محل ثاني كمان، اقول انه ممكن بالانتحار اللي بيحرض اليوم، بيحرض على الانتحار او بيشارك او بيشدد عزيمه ويفضي
هذا التشديد، بيكون عم يحكي اللي بده ينتحر قدام غيره ليقدر يشجعه أو من باب التشجيع أو التسهيل، أو بيقدم له مثلا وسائل. شو هالنصيحة؟ شو هالنصيحة؟ تصل عقوبته من 552 قانون عقوبات لبناني للعشر سنوات إذا أفضى، إذا أفضى هذا العمل إلى انتحار. أما إذا أفضى هذا العمل إلى إزاء جسدية أو صار عنده عاهة دائمة مثلا، كان أوس حاله ما مات، بتصور جنحة حتى السنتين. أوكي. ولكن الشيء الصادم الحلو أنه عم بقرأ بقانون عقوبات الموجبات والعقود لبناني، ممكن مش بعض شركات تأمين بتعمل تأمين على الانتحار، تقدر تعمل تأمين على الانتحار، تعمل بوليصة خاصة على الانتحار. بس هاي البوليصة إذا كان طبعا هذا الانتحار قصدا أو أنه كان اختياريا قصدا أو ما هي مش ذاتها. لا بس لا يطبق مفعول إلا بعد سنتين. أنه بتاخذ بعد الانتحار بتاخذ البوليصة، ما بعرف إذا بتاخذيها تشيك أو بتاخذيها كاش أو عم حسب إذا عم يدفع فراس هلا اللي بده ينتحر. نحن ما فينا ناخذها بنكتة يعني، بس إنه فعلاً أوقات أوقات الابتكارات يعني اللي بيلجأوا لها بتخليك يعني تطرح علامة استفهام كبيرة، إنه هل فعلاً يلي بيقرر ينتحر بده يروح يعمل بوليس التأمين؟ ما هو إذا مقرر مجنون، إذا يعني إذا مقرر ينتحر يعني مش طبيعي، وبعدين كيف أصلاً التأمين بده يقبل بهيك بوليس؟ بس ما بعتقد في حدا عم يعمل، وبعتقد في شركات ممكن يعني تجازف. لا هيدا صار عن سبق شو بيقولوا تصور التصور وتصميم، لانه انا بدي اعمل بوليسه بعد سنتين بدي يقبضوا عائلتي انه بدي انتحر. هل بالقانون بيجوز؟ كله بالبلد عندنا كل شيء بيجوز. هو هو مضبوط. انا ليش متفاجئ؟ في شيء بدي احكيك بس كثير منيح، وهو اكثر شيء عم يصير. هيدا بالماده 586 من قانون العقوبات اللبناني اللي بتحكي عن جريمه الاتجار بالاشخاص، معنا كثير فيها. نعم الاتجار بالاشخاص، ولكن هون بدي فوت عامل الانتحار. اذا تم الانتحار نتيجه جريمه الاتجار بالاشخاص وفق الماده 586 اكيد يعاقب المحرض، يعاقب اللي سهل، يعاقب اللي عم يتاجر بالاشخاص. اذا واحد حس حاله عم يتاجر فيه راح انتحر اكيد. أوكي. اللي عم يتاجر بالاشخاص اكيد يزج في السجن. اوكي. وبعد بدي اقول كمان شغله، في قانون معاقبه جريمه الاتجار، قانون معاقبه جريمه الاتجار بالاشخاص القانون 164 على 2011 كمان حط عقوبات كتير قاسية من 10 سنين ل 12 سنة. اوكي. وحكى القانون عن غرامات من 200 ضعف إلى 400 ضعف الحد الأدنى للأجور. اف. اي. ولكن هل تطبق؟ لا ما عم تطبق. دايما بتسألي. أنا عن جد إلا ما يعني أنا دايما لتعرف قد إيه قلبي طيب، عندي أمل شي نهار تقول لي مبلا هيدا عم لا في شيء ما بدنا نقول يعني. على الهواء إنه ما في شيء عم يطبق، لا في شيء في شيء عم يطبق، بس مو من كل شيء. هلا انا حاططهم هن كثير بس في قوانين يعني المفاجئ عنا، لانه لما بتطلع بتلاقي حاله فلتين بالبلد ليس لها سابق يعني، بتقول انت انه فاذا ما عندنا قوانين، ولكن لما بيكون في كل هالقوانين المنصوصه يعني ما بعرف شو بدي اقول. ما عليك اليوم من شوي مريض. لكن بعد في شغله كمان هن كثار اللي بتحكي الانتحار على فكره، يمكن الناس بتفتكر الانتحار لا له كثير نصوص قاسيه على فكره، بس بيكون راح الزلمه لما لا لا يرحمه راح. مين بدي هل نحكي في بعض التشريعات لما راحت؟ اوكي. في كثير تشريعات بقطر بمصر بالاردن حتى ببريطانيا. أوكي. في شيء كثير متقدم ومتطور الا عندنا هون. أوكي. بس في عندنا نص الماده 552 بتحكي عن الانتحار اذا واحد اذا حدا شجعه بيعامل الشفقه. نعم. يعني انت واحد مريض سرطان مثلا كانسر واجتبت طلب منه شخص انه اخي ساعدني، حتى عامل الشفقه يعامل عليه يعاقب عليه القانون، يعاقب عليه القانون لانه هيدي روح، ازهاق الروح بهيدي الطريقه. نعم. كمان يعاقب عليها القانون. نعم. بالماده 552 للاعتقال المؤقت 10 سنوات. اف نروح عم نخلص الوقت على قطر ومصر و نعم. وصلوا لمحل طوروا حتى يحدوا من عمليات الانتحار ويخففوا معدلات الانتحار، حطوا نص انه على المنتحر، على المنتحر معهم حق، لكن هون عم يفكروا انه على المنتحر في حال واحد اقدم على ازهاق روحه على قتل نفسه على اطلاق النار وما افضت الى نتيجه يعاقب، يعاقب. اوكي. فحطوه طبعا رح طوروا هلا القانون، حطوه امام معادله للي بده ينتحر. اذا انت انتحرت وما ما مت خلص ربينا الشنطه وفلينا. أوكي. بس اذا ما مات يعاقب. فلا صار بفضل المنتحر، لا حاله المنتحر انا اذا انا ما مات في عندي عقاب، لا برجع بفضل روح الخيار الاول ارجع انتحر مره ثانيه.
بصوا عملوا تشريعات حديثة حقيقة بهالدول، أغلب الدول العربية والمتقدمة، إنه حطوا عملوا رادع للمنتحر. طبعا عملوا إنه خليه يفكر مرتين، خلينا نقول صار يفكر يعني. ألف مرة صار يفكر. طبعا ما عندهمش ضائقة، أغلب الدول ما عندها ضائقة الاقتصادية الموجودة عندنا، صحيح، ولا عندهم العوامل النفسية، يمكن والاضطرابات اللي عم تصير يومية وعلى مدار الساعة، على مدار ال 24 ساعة عم تصير، صحيح. ما عندهم هيدا، نحن هيدا الحافز عندهم. آخر سؤال أستاذ، في كثير من الدول الغربية اليوم تسمح للمريض إنه هو يختار ينهي حياته، هيدي مش نوع من انواع الانتحار ولكن نحن شرعناها بطريقه مختلفه؟ نحن اوننيها بس هي بالشرع حرام، بكل حتى بالشرع الاسلامي هي نوع من الانتحار. اي نوع من الانتحار، اكيد نوع من الانتحار. لما نحن نجي نقول للمريض انت بحق لك تختار النهار يلي بدك تنهي في حياتك، بس هيدا بيكون مريض، شو مريض يعني، قاعد بغرفه العمليات، بيكون تحت بالعنايه المشدده مثلا، وبعده شوي توعي، او بخيروا اهله أو تخيير الأهل. لا عم بحكي عن غير أنواع، هيدا غير شيء، ما هيدا جزء منه. إيه بس بكل الأحوال هل يجوز؟ شو ما كانت عندنا بلبنان أكيد لا، شو ما ولا بالدول العربية في منه هيدا، بس بالدول الأجنبية إذا عقروا لأنه أونناها صارت عبروا عن موت الرحيم بدل الموضوع. هيدا خلينا نرجع نختم ونقول هيدا مخالف للشرائع السماوية، للشرائع الوضعية، للقوانين اللبنانية وللقوانين العربية، هيدا كله مخالف أكيد. وبدنا نقول كمان إنه اليوم في أدوار لبعض الأشخاص، اليوم مش حاجه بده ينتحر بيجي يعمل، هلا والله بيعمل جروب وتعم يستشيرهم، لا بس ياخذ القرار، عم ياخذوا عن ضعف ايمان برب عن العالمين، عم ياخذوا عن يأس، طبعاً، عن اكتئاب، عن طبعاً، توتر، عن فقدان الثقه بمحيطه، بالمجتمع، عن حاله نفسيه صعبه، خلينا أكيد نقول يعني افضت لانه هو ياخذ هذا القرار، لانه اصعب شيء على كل حال هذا الارقام كثير عاليه، طبعا كثير عاليه يعني، طبعاً، باوروبا كلها ما في 143 عمليه انتحار باوروبا كلها، عندنا ببيروت، وعم بحكيكي هيدي ارقام رسميه يعني صادره عن شعبيه العلاقات العامه. نحن اللي مرقنا فيه بهالسنتين ثلاثه مش كل العالم قادره تتقبل، كان بدنا بعد اكثر يعني، كان بدنا عمليات انتحار اكثر مثلا، لتصير في انتخاب يعني، شو رايك هلا مثلا تصير عمليات انتحار هلا مع كل هالارقام؟ ما حدا سألين، عفوا على التعبير، بس هي هيدي الحقيقه يعني. يعني ممكن هلا شفنا 200 300 عمليه انتحار لحتى يصير في انتخاب رئيس جمهوريه مثلا، طب الناس كمان الناس اليوم العامل السياسي والوضع السياسي كمان مأثر، الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي، ما كله هيدا هيدي كله سلة متكاملة عم تخلي المنتحر عم يروح هيدا الخيار للأسف. صحيح. مع الأسف. شكرا كثير لك أستاذ أشرف الموسوي، شكرا يعني ضويت على موضوع مع الأسف حزين وكئيب، وهو المنتحر يمكن بيروح ولكن والله بتبقى والله لما قررت أحكي بهالموضوع عديت للألف، هي بتبقى حسرة لكل العائلة الباقية، هيدي المشكلة يعني، هو يمكن راح ولكن القهر على كل المحيط تبعه. نتأمل أنكم تفكروا مرتين قبل ما تعملوا هيدي الخطوة، لو قد ما كنتوا يأسنين إلا ما تفرش نهار. شكرا كثير لك أستاذ أشرف الموسوي.